وما شاء الله تبارك الرحمن، شنو هذا؟ كارفان؟ معقولة هذا كارفان؟ 4 متر يا حليلة. كارفان 2021 صناعة تركية، حسب ما شفت انه احسن من وايد انواع من الكارفانات اللي قاعد تصنع. كارفان جامد، مصنع حاط لك طبقة هني، فتحت شفتوني وايد افتح بالاسقف الكارفانات، وشفت ان هذا ان الصج قوي كفيبر فوم او فلين، وبعدين 5 ملي خشب. الهيكل جميل، كارفان على تايرين، تاير يمين يسار، عندك 4 جيكات كل زاوية جيك، درايش يمين ويسار وبالخلف، وعندك من ورين فوق شاور خارجي. هذا عندك هني شاور خارجي، وعندك هني مكان لتعبئة الماي، طريقة حلوة. مصنوع منه اللونين، اللون الأبيض واللون الرمادي. قدام في مخزن حلو، مخزن فيبر جلاس. عندك هني صندوق الكهرباء، كهرباء 220، عندك شاحن، وعندك البطارية. تبي تحط بطارية أكبر، عندك مكان تقدر تحط بطارية أكبر. مدخل الكهرباء، ليتات جانبية، سايد بريك جيك، وعندك نظام البريك الاوتوماتيك، لما تضغط السيارة بريك هو يضغط بريك نفسه. طبعا الكرفان بهالحجم تقدر تسحبه بأي سيارة تبي. عتبة سلم تدخل كرفان، مخازن يسار، عندك هني أدراج، كهرباء 220، عندك تشولة صغيرة حلوة، عندك ماي حار وبارد، عندك هني شباك بالخلف عند المطبخ، ممكن تستخدم هالشبك هذا عن الحشرات مثلا، وعندك هذا يعطيك البرايفسي. هم عندك مخزن فوق، مكان ثلاجة على الكهرباء، ثلاجة على الكهرباء والبطارية شغالة حاليا. عندك هني تكييف على الكهرباء، وعندك الجلسة، الجلسة الجميلة هني منور، وهالجلسة تكفي 6 أشخاص قاعدين يتغدون يتريقون يسولفون يخشون عن البرد عن المطر. جلسة حلوة، هالجلسة ممكن تحول إلى سرير إذا كانوا مثلا عائلة، ممكن يعني 2 وهم وياهم طفل ما في مشكلة، مكان أكبر من إنه يكون بس شخصين. عندك هني دورة مياه، دورة المياه، الحمام الأوروبي المتنقل، المرحاض الأوروبي المتنقل، وعندك مغسلة والبربيش من المصنع. عندك هني مخزن فوق شيء حلو، ومنور ليتات LED تطفيه وتشغله، وإذا تبي أجواء رومانسية داخل الحمام بعد. الحوض هذا كله فيبر جلاس، تقدر تاخذ شاور ما عندك مشكلة. نفس الخلاط اللي بالمغسلة تستخدمه للشاور، ماي حار وبارد. مخزن يسار ويمين الكرفان، عندك هني الدرايش هذه يمين وجدام ويسار كلهم ينفتحون. الجلسة الجميلة، وهذا الكرفان الصغير شايل 6 أشخاص قاعدين، 3 أشخاص نايمين. ليتات LED، سقف ما شاء الله شيء جامد. حتى الطوفة، أنا أول مرة أشوف هالكرفان، صناعة تركية، وعجبني صناعته، صج أقوى من أي كارفان ثاني مر علي بهذا الشكل هذا. عندك هني الباب نفسه، هذا الباب سكر بالطريقة هذه، يثبت إذا تبي ليت خارجي. باختصار كارفان تركي بكويت 4 متر. بهالكارفان عندك كل احتياجاتك، مو محتاج إلا أنك تطلع تستانس. الله يبارك لصاحبه واللي بياخذه إن شاء الله.